نروح بقى طبعا للاستحقاق الدستوري الهام والانتخابات الرئاسية المرتقبة، والهيئة الوطنية للانتخابات بتعقد برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة مؤتمر في تمام الساعة 2:30 2:30 إن شاء الله من ظهر غدا الاثنين، وده هيكون في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. من المقرر أن ينعقد المؤتمر بحضور المستشارين أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والجهاز التنفيذي للهيئة، وبيعلن السيد رئيس الهيئة قرار مجلس الإدارة بدعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها. كمان توجه الهيئة الوطنية للانتخابات الدعوة إلى جميع مندوبي الصحف ووكالات الأنباء وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية المعتمدة لحضور المؤتمر الصحفي المقرر ونقل أعماله.